FM. الكلمة ليك أستاذ أحمد. تحدثت على 6 مليون ليبي تجمعهم نفس البنية الاجتماعية، وتحدثت على خصوم، وفهمت من كلامك أنه الخصوم هو من يرفع الراية السوداء ومن يدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. هل أنك تحدد لي من هي خصوم 6 مليون ليبي إذا تتحدث على كل المجتمع الليبي؟ من هو اليوم خصم المجتمع الليبي؟ أنا عندما أقول الراية السوداء، هؤلاء ضحايا أيضا. هؤلاء عندما فقدوا الأمل، فقدوا المشروع، اتجهوا إلى الله وحملوا هذه الرايات، ويعتقدون أنهم يستطيعوا أن قيام الخلافة ولملمة العالم الإسلامي لمواجهة التطاول الذي بلغ مداه، وهذا الغبن الذي وصلت إليه الأمة. ولكن هؤلاء بهذا الأسلوب سوف يدمرون الأمة، وسوف لن يصلوا إلى أي حل، وإن كانوا هذه الساعات يساهمون في مزيد من الفرقة ومزيد من الدمار لجيوشنا ولقدراتنا الاقتصادية ولنسيجنا الاجتماعي. ما لم تطرح حكوماتنا حلول، ما لم نجد مشروع نلتف حوله، فاستمر في الضياع. طيب أستاذ أحمد، تطرقت للحديث على لربما التنظيمات الإرهابية أو غيره من التسميات اليوم، فما تنظيم الدولة الإسلامية. هناك سؤال في الحقيقة في تونس مستمعين يحبوا يعرفوه، وأنه مدينة سرت أين ولد الزعيم الراحل معمر القذافي، هذه المدينة واللي معروفة بأبناء القذافي والقدادفة سقطت في أيدي داعش، كيف تمكن هذا التنظيم منها؟ هناك حديث على أنه أطراف من القذافة حاولوا الاتفاق مع عناصر من هذا التنظيم، هل يمكن لهذه الرواية أن تكون صحيحة؟ طبعا هذا غير صحيح، ولكن الذي الواقع الآن من هذه التنظيمات المتطرفة، ومن هذا الترامادول الموزع في الشوارع، ومن هذا الغاز اللي موزع في شوارع طرابلس، غاز التيرين المحرم دوليا، وهذه المافيات اللي تتاجر بالعملة وتسرق الذهب من المصارف وتمحو عليه العناوين وتبيعه، هذه كلها نتائج من الغزو الأجنبي لبلادنا، من الغزو الأطلسي لبلادنا، دمروها فحولوها إلى هذا الخراب، وعليهم كما يقول المسيح من أفسد شيئا أن يعيد إصلاحه، إذا كان يؤمن بالمسيح. ولكن المسيح عمره ما كان عنده لا صواريخ ولا عنده حاملات طائرات، يدعو للسلام ويدعو للمحبة ويدعو من طمك على خدك الأيمن فادر لخدك الأيسر. نحن الآن هذه نتائج طبيعية، عندما يضعف الجسم تتناهشها كل هذه الفيروسات، تظهر التسميات وإثنيات ما أنزل الله بهم سلطان، ومطالب تتدنى مستوى الأمة إلى أن تصبح تقاتل بعضها البعض دون معنى ودون سبب، ولن ينصر أحد. سكان سرت هم زيهم زي بقية الليبيين، هؤلاء موجودين في درنا وموجودين في سرت وموجودين في صبراتة وموجودين في أكثر في الجنوب، ويتلقون دعم من إخواننا أشقائنا في قطر وأشقائنا المسلمين في تركيا ظنا منهم. ولا أعتقد أن الغرب لا يعرف هذا، هذا على مرء كل يوم يصل للأسف بعد دخول هذه القوى الروسية على الخط في سوريا. الكلمة ليك.